وفي تصريحات له عقب هذا المؤتمر، اعتبر وزير دولة الانتاج الحربي أن مصر وفرنسا تلعبان دورا مهما في كل العالم. فرنسا من الدول اللي فاهمة كويس قوي الحقيقة الدور المصري، وبالتالي احنا بنحارب الارهاب في المنطقة عندنا وفي مصر. الدعم الفرنسي بالنسبة لنا مهم جدا عشان يقوي دور مصر في محاربة الارهاب. هم كمان بيعانوا من الارهاب، وبالتالي التعاون بين مصر وفرنسا بقى مهم جدا للبلدين. هم بيعملوا الكلام ده عن قناعة بأن كل مصر ما تقوى كل ما ده يبقى لصالح الاستقرار في المنطقة ولصالح الاستقرار في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط والدول الأوروبية شمال المتوسط ومنها فرنسا.